نروح لعمرو جلال بيقول لسه لاحمد عبد القادر منور يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا عمرو انت وكابتن احمد. حابب اسال كابتن احمد واقول له اتفرجت على نهائي الاهلي والزمالك في افريقيا، ويا ترى عملت ايه لما قفشه جاب القضيه؟ اتفرجت على مباراه الاهلي والزمالك؟ اكيد اكيد اتفرجت على النهائي طبعا، كنت انا قاعد في مكان مع اصحابي، مش عايز ابالغ في الوصف قوي ان انا، لان انا فعلا يعني دمعت في الفتره يعني وقت الجول بالذات، انا عيطت لان خلاص انت 1-1 لغايه اخر الدقائق، الماتش مش باين له ملامح، خلاص اللعيبه جابت تقريبا يعني زي ما بيقولوا شطبوا خالص في اخر الماتش، فكان في 6 دقائق اللي هيجيب فعلا كان خلاص اخد الماتش، وده اللي حصل. قفشه استغل الكره اللي راجعه من محمود علاء وبالتالي كسبنا 2-1 في اخر الدقائق، فطبعا فرحه ما تتوصفش يعني. عيطت وقتها؟ اه دي حقيقه، لا مش مبالغه والله ولا كلام يعني تلفزيون ولا حاجه، بس انا فعلا يعني لو كان في دقيقه بدري عن كده شويه كمان كان ممكن الموضوع يبقى اه النادي الاهلي احنا كسبانين وابقى فرحان عادي طبيعي، لكن عشان في اخر الدقائق بالذات وخلاص الماتش اللي يجيب جول في الدقيقه دي خلاص الماتش بالنسبه له خلص، فطبعا دمعت في الوقت ده والحمد لله يعني النهائي بقى معانا الحمد لله يعني. الذاكره بتاعتك كويسه؟ على قد ما اقدر. بتحفظ الارقام كويس والتواريخ والثواني؟ على قد ما اقدر. طب قول لنا الهدف بتاع قفشه جه في الدقيقه كام؟ تقدر؟ اعتقد 85 وحاجه 40 ثانيه، 45 ثانيه او 45 ثانيه. اه دي حقيقة. اعتقد. لا مش اعتقد، ده مظبوط. لا والله انا ما يعني انا 85 و45 ثانيه. اه تقريبا. طب احنا هنكمل بقيه رسائلنا، ما شاء الله عندنا رسائل كتير جدا، وحابب اشارك كل جمهور النادي الاهلي في الرسائل النهارده. طيب تعال نشوف صوره معانا، صوره لقفشه برضو كان ليك صوره، انت اخذت تعتبر بطوله الدوري السنه اللي فاتت حققتها مع النادي الاهلي. اه حققتها انا، بس انا ما شاركتش بصوره اساسيه مع النادي، بس صورتك مع محمد مجدي قفشه الصوره دي خدتها. نزلت بعد اخر ماتش، كنت موجود بره، نزلت بعد اخر ماتش طبعا في التتويج، وكنت موجود مع اللعيبه يعني. فالحمد لله كانت اول بطوله اصلا وانا ما كملتش شهر في النادي يعني. يعني مجرد شهر في النادي الاهلي حصلت لك بطوله دوري ممتاز. بالظبط. ان شاء الله الموسم الجديد يكون يعني موسم خير ومليء بالبطولات بالنسبه لاحمد عبد القادر والنادي الاهلي.